من حقي اتصرح، حملة أطلقها بعض عناصر جيش النظام مطالبين وزارة الدفاع المسؤولة عنهم بتسريح الدورة 102 المحتفظ بها قصرا منذ أكثر من 3 سنوات. لكن إذا كان الأسد يتهافت على استجلاب الميليشيات ذات البعد المذهبي من كل حدب وصوب، فما الحاجة للاحتفاظ بمجند لم يعد يأتمنه رؤساؤه ولا حتى على بندقيات صيد؟ نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لأن في سوريا الأسد كل شيء للأبد، ولأن وزارة دفاع النظام جزء رئيس من نظرية الأبدية هذه، لذلك كله اتبعت سياسة الاحتفاظ بالمجندين وعدم تسريحهم حتى بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية. من حقي اتسرح حملة أطلقها عدد من العسكريين السوريين الذين ما زالوا يؤدون خدمة العلم، وقد مضى على وجودهم أكثر من 4 سنوات، عامان كخدمة إلزامية ومثلها كخدمة احتياطية. أما عناصر الدورة 102 فقد أطلقوا على أنفسهم بالجيل الضائع في إشارة إلى مقتل أو انشقاق أو فرار عدد هائل منهم في ظل استعصاء الحسم العسكري المنتظر، كما أوضح الكثير من المعلقين على الصفحة، إلى أن وصل عدد متابعيها إلى ما يقارب 4000 شخص. تهافتت حشود الموالين لحظة بعد لحظة يرجون رئيسهم لإطلاق سراحهم من هذه المحرقة، فذووهم لم يعودوا يطيقون أن يروهم محملين في الصناديق الخشبية مقابل استهتار بمشاعرهم من قبل من شبحوا لأجله ودافعوا عنه، مطالبين بمجيء دور غيرهم ليحمل راية التشبيه عنهم، وهو ما اصطدمت به شعب التجنيد في المحافظات السورية، في واقع يثبت مليا أن التململ بلغ ذروته في صفوف الأهالي. فالخيارة لم تعد واسعة أمام الراغبين بالالتحاق، حائرا أمام معركة تحملهم حملا إلى هلاك محقق، وهاربا من سنوات يفضل أن يستثمر بها في الغربة على أن يستهلكها في خدمة مؤسسة عسكرية أصبح واضحا أنها لم تخلق لحماية الحدود، بل كانت في أفضل أيامها سبيل ارتزاق لآلاف الضباط لا أكثر. ليتساءل البعض، ما الغاية من دفع هؤلاء لمواجهة شعبهم في الأحياء الثائرة؟ وإذا كان الاعتماد عليهم فعلا في مواجهة العصابات المسلحة المزعومة، لماذا استبدل بشار الأسد قادته العسكريين بضباط إيرانيين على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، وأوكل إليهم مهام البلد العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استجلابه آلاف الميليشيات الشيعية والمرتزقة كعناصر رئيسة في حربه المفتوحة ضد شعبه، محولا عبارة الاحتفاظ بحق الرد إلى الاحتفاظ بالجنود حتى الموت؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي العميد الطيار المنشق عبد الهادي ساري من عمان عبر الأقمار الصناعية، وعناد عباس عقيد منشق أيضا من ستوكهولم عبر الهاتف، وعبد الله أبو زيد عضو اتحاد تنسيقيات الثورة من دير الزور عبر الهاتف. أهلا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك عبد الله أبو زيد، كل مرة بنحكي عن هذا الموضوع بنفتح موضوع أنه في حملات سواء لانشقاقات، تغيير موقف المؤيدين، صحوة مفاجئة للعلويين المؤيدين للنظام، ودائما صلنا 4 سنين نحكي بهذا الموضوع وهذا الشيء على فشوش مثل ما بيقولوا بالمصري. هالحملة يعني مدى جديتها، مدى حقيقتها فعلا؟ نعم نعم سيدتي، مساء خير لك ولضيوفك الكرام. في الحقيقة يعني هذا الموضوع نستطيع أن نقول أنه تجاوز، يعني تجاوز المرحلة التي كان من المفروض أن تطلق فيه هذه الحملة، حتى يعني ليس من قبل الأهالي أو من قبل المنظمات أو من قبل يعني اللجان، إنما من قبل يعني من هم يسمون أنفسهم جنود الوطن أو جنود بشار الأسد. يعني هؤلاء الجنود اليوم، هناك من يتحدث عن إطلاق هذه الحملة، وكل من يصدق أن هذه الحملة أنها سوف وتلقى إجابة من يعني النظام أو أركان النظام، فهو يكون يعني على سذاجة. هذا النظام إلى الآن يحتفظ بهم كدمى متحركة ويقومون بقتل أهلهم، إن كان يعني في المناطق الجنوبية أو الوسطى أو يعني في كافة المناطق، هم أدوات بيد هذا النظام يعني الطائفي في الحقيقة، وأيضا بيد يعني هذه المجموعات التي ذكرتمها، إن كانت من الإيرانية أو الروسية، التي يعني هي بصدد قيادة هذه العمليات العسكرية ضد الأهالي. يعني أيضا
يعني من يراهن اليوم على أن هؤلاء الجنود يعني بعد أن قتلوا ما قتلوا وسرقوا ما سرقوا، يعني من يتشفى لهم عن الفيديوهات المصوربة التي إلى الآن لا تزال يعني تظهر، إن كان من أساليب الاعتقال وإن كان من التصفيات وإن كان من الأعدامات الميدانية. يعني معظم هؤلاء الجنود هم من قرروا وسمحوا لهذا المصير أن يلحق بهم، هم من حكموا على أنفسهم بالموت يعني على جبهات النار دفاعا عن كرسي النظام. طيب. لا دفاعا عن أهلهم كما يدعون. طيب سيادة العميد ساري، يعني هل فعلا النظام يتم الحديث عن أنه في عناصر يعني محتفظ فيهم النظام ما عم بيسرحون؟ صلوا تقريبا 4 سنين من بداية الثورة، برأيك هل فعلا النظام هو بحاجة لوجود هدول العناصر على الرغم من وجود ميليشيات ومرتزقة بيأتمنهم على تنفيذ ما يريد أكثر من ائتمان الجنود السوريين أو العناصر السوريين؟ أختي لولا، أشكر الأورينت وأشكرك أنت شخصيا على فتح هذا الملف الهام. في الحقيقة الكثير من الناس يعتبرونه جزئية، لكنه هو أساسي وأساسي جدا في لعناصر النظام الذي بات هاجسا لكل عناصر النظام ولذوي هذا ولذويهم. النظام نعم بحاجة ماسة جدا للعنصر البشري، وخاصة أنه فقد وعلى ألسنة وعلى لسان النظام نفسه أنه فقد أكثر من 100,000 قتيل من صفوف قواته منذ بداية عام 2000 يعني بداية 2014 أقر هذا الرقم، وأكثر من 50,000 منشق عن جيش النظام انشق عنه منذ بداية الثورة. وللتذكير فقط أن النظام منع حتى الإجازات على هؤلاء وسحب منهم وثائقهم كي لا يذهبوا إلى أهلهم وبيوتهم. في الحقيقة وكانت وأعطيت الأوامر لقادة الجيش ولقادة الألوية أنهم لم تمنع الإجازات لأي عنصر من العناصر، لكن قادة الألوية وقادة الفرق أخذوا هذا الموضوع على أنه انتقائي، بحيث يتم إعطاء العناصر أبناء القرى أو أبناء المدن الثائرة يعني لم يعطوهم إجازات، أما المناطق التي بقيت مع النظام ومواليه له كانوا يأخذون الإجازات ويذهبون إلى بيوتهم ويعودوا. حرم أبناء الطائفة السنية تحديدا من الذهاب إلى بيوتهم وبقوا يحتفظوا بهم في الثكنات، حتى أنهم ذهبوا ضحية القتل حتى في الإعدامات الميدانية داخل الثكنات العسكرية لمنع هروبهم من الثكنات العسكرية. النظام هو بحاجة وبأمس الحاجة للعنصر البشري الذي فقد الكثير من صفوفه، علما أنه يعني جمع شبيحته من كل يعني أنحاء سوريا ومن يوالوه وتحت اسم اللجان الشعبية، لكن هؤلاء اللجان الشعبية يعني هم من عناصر جيش سابق ومن عناصر يعني انتسبوا إلى اللجان الشعبية تحت هذا المسمى، لكن فكرهم طائفي ويقاتلوا بشكل طائفي ويتعارضون مع فكر ربما يختلفوا بالفكر قليلا عن جيش النظام الذي هو تحت هذا المسمى أيضا. والنظام هو بحاجة أيضا لأن قاسم سليماني والميليشيات الشيعية الإيرانية ولى النظام السوري وبشار الأسد وأعطى حلب للميليشيات الإيرانية، والآن يتم تدريب حوالي 15,000 مقاتل إيراني في سفيرة في المعامل الدفاع، و10,000 مقاتل إيراني في حما وإلى الشرق من حما في استلمية. نعم. طيب أستاذ عناد، سيادة العقيد عناد عباس، يعني إذا كان المعلومات وما يتم الحديث عنه بأنه مفاصل الحساسة لدى النظام هي ممسوكة من قبل الإيرانيين بشكل أساسي، حتى أي معارك استراتيجية مهمة بالنسبة له فبيكون القادة هن من الإيرانيين وليس من العناصر
السوريين. برأيك لأي درجة هو فعلا بحاجة لهدول العناصر ليكونوا موجودين معه لحتى ما عم بيسرح حدا منهم، ولا في أهداف أخرى سواء بالنسبة للجنود من قبل اللي هن بمناطق ثائرة ليزيد الفتنة، أو بالنسبة للجنود العلويين لحتى يضل حاططهم بهي الخانة بأنه أنتوا مصيركم أنكم تكونوا معي للآخر؟ ما قلته صحيح في شقين، أي أن النظام يحتفظ بهؤلاء المجندين كوقود، لأن آلة القتل تحتاج إلى حطب، إلى وقود لكي تستمر في إنتاج الموت بالنسبة للشعب السوري، كما أنه لا يأتمن هؤلاء العناصر، لا يستطيع إرسالهم إلى أهليهم لأنهم سينتقلون فورا إلى الجانب الآخر. من المعروف أن أبناء العائلات الغنية وأبناء المسؤولين بالأساس لا يخدمون في الجيش، وازداد تهربهم من الجيش في الآونة الأخيرة، وسافر معظم المطلوبين للخدمة الإلزامية إلى خارج البلد، بقي فقط أبناء العائلات الفقيرة هم يشكلون الآن وقود هذا النظام في استمراره في عملية الإبادة المنظمة للشعب السوري، أي أن القيادة الآن متمركزة في إيران وهي بيد الإيرانيين، أما الوقود فهو من كما قلت من الطائفة السنية تحديدا، مع تطعيمها ببعض أبناء الطائفة العلوية الموالين له، ولكن حتى التململ ظهر سابقا وزاد حدة بين أبناء الطائفة العلوية، فأطلق الجنود الذين تعبوا أطلقوا هذا الهاشتاج يريدون أن يسرحوا، لأن النظام احتفظ بالجنود منذ ما يزيد عن 5 سنوات. هناك من يقول الآن بأنه بالنسبة للجنود اللي هن عم يعملوا خدمة إلزامية ومحتفظ فيهم النظام، في ناس بتقول بأنه هدول لو بدهم ينشقوا أو يتركوا النظام هلأ راح الوقت، ما عاد في مجال لهيك شيء، وأنه كل شيء بقي الآن هن من القتلة وهن اللي متماشين مع سياسة النظام في قتل السوريين. حضرتك بما أنه عقيد منشق سيادة العقيد عناد، أنا بس بدي أسألك عن أنه وصلتني رسالة على الفيسبوك من أحد عناصر النظام موجود بقطعة معينة، فبعت لي بأنه أنا مجبور ما عم بقدر أطلع، بتمنى أنه تخفوا علينا شوي، وصار يحكي أنه الله محيي